مباراة رائعة شهدنا فيها مفاجأة كبيرة بين أيوكي وشالوروز، حيث أيوكي انتصر من الجولة الأولى على شالوروز. شو تعليقك ريو؟ شوفي، هي ما أعتقد الفوز من أيوكي على شالوروز اللي كان مفاجأة. المفاجأة كانت أنه خسارة كمال شالوروز من أول جولة في حوالي مدة 20 ثانية. شوفي، إحنا ما كنا نشوف المباراة، كنت بتكلم مع عالية أقول لها شوف أنه طريقة تنفس، طريقة كمال يتنفس فيها يتنفس بصعوبة، فهذا تعلي لعدة أسباب. ممكن لياقته ما تكون عالية، إحنا شفنا لياقة عالية، ممكن تكون رهبة، ما كان في رهبة لأن هو مقاتل مخضرم، بس أعتقد إنه هو تفاجأ باندفاع أيوكي عليه وحاول يمسكه بطريقة إنه يعمل عليه المقصلة ولا الجليتين، وهاي الطريقة ما ساعدته. في كانت الفرق بأنا أنا أنا بعتبر إنه الفرق بهالمباراة كانت مع لياقة كمال شالوروز، بس كمان العمر. هلا نحن ما بنعرف عمره كمال شالوروز، على الورقة يحط 37، بس العالم والعالم اللي بيعرفوه بيقولوا 41، ما بنعرف عمره. في حتى مقالات يقول 42، لأنه طلع من إيران واستخدم جواز سفر أخوه عشان يطلع من البلد ويروح بأمريكا. صار له بأمريكا من 2006 ويتدرب هناك. هو من منطقة نائية في إيران، معروف عنه مقاتل مخضرم، يعني خاسر بس 3 مباريات قبل هالمرة، وكلها اللي خسرها في اليو اف سي. فممكن واحد يقول رهبة اليو اف سي، بس لما اجى هالمباراة وهي مباراة على اللقب كان المفروض يكون مستعد أكثر، ويكون النتيجة على الأقل مشرفة، وهي بخساراتي حتى لو خسر بس تكون خسارة مشرفة لو كانت في الجولات الأخيرة. بس ما تاخذ شيء من شينيا أيوكي. لما نحكي على شينيا أيوكي، شينيا أيوكي معروف بام ام اي وبالبي جي جي، هو تطور البي جي جي. إذا تشوف التقنيات تبع شينيا أيوكي، أنا بسميه الساحر، سحر البي جي جي. كيف بيلقط إيد أو بيلقطك من وراء، التقنيات من أعلى درجة. شينيا أيوكي كيف خلص الماتش، لتفرجيك كيف شو قوي بالبي جي جي. بهرني صراحة أنا بهرني. يعني لو لاحظتي كمال شالوروز كان موجود بوضع، إحنا ممكن نقول إنه وضع كويس بالبداية، وضع زين، يعني كان هو اللي مسيطر، هو اللي حاط الهوكس مات الكاحل خلف رجلين أيوكي، وكان خلي إيدين أيوكي اثنينهم بين ذراعاته. يعني كان ممكن نقول إحنا كان هو مسيطر أول 10 ثواني، بس تلاحظ طريقة التنفس تبعه خلت أيوكي يطلع من هذه الوضعية، انقلب على عليه من وراء ومسكه وحقق الفوز. يعني فينا نقول شو الخطأ اللي سواه شالوروز؟ ما كان المفروض ياخذه بالمقصلة من البداية، كان المفروض يعمل. شوفي، معروف عن شالوروز انه هو اجريسيف كثير، يعجبه برولينج، يعجبه يضرب ضربات، كان المفروض يعمل هاي الخطة. لما انا اجي على النجار ما علمه كيف يعمل النجارة، لما اروح على السماك ما اقول له كيف يصيد السمك، هو راح في عرين الأسد، والأسد في هاللحظة كان أيوكي، لأنه هو معروف عنه الجرابلينج. كيف تروح تعمل جرابلينج مع شخص هو اللي ابتدع الجرابلينج الآسيوية أو اللي طورها؟ فالغلط أنه لعب لعبة خصمه بدل ما يلعب لعبته هو. هو كان لازم يستعمل الرسلينج، المصارعة، ليدافع عن نفسه، مش لحاول ينزل أيوكي. أيوكي يحب ينزل على الأرض، ما هي شغلته. وإذا شفنا كيف بلش يشتغل على كمال شالوروز، أخذه من ورا وحط الجياتين، عفوا الرير نيكد شوك عليه، خنقه. بس إذا لاحظتي خنقه، هلا الرير نيكد شوك دائما على الرقبة، بس ما زبطت معه، حطه على الحنك وخلص الماتش من الحنك، ما شاء الله عليه. صراحة انبهرني. يعني فينا نقول أيوكي هو البطل اليوم. لا يعني هو مو، احنا نقول الحزام على خصر أيوكي. أيوكي كان هو البطل ولا زال هو البطل، دافع على اللقب وفاز عليه من أصل 3 مباريات على اللقب. هاي كانت اللي أخذها أيوكي وفاز فيها بدرجة يعني حلو، طريقة جميلة جدا. يعني فينا نقول انتزع بطل لقب البطولة؟ لا، حافظ عليه لأن هو كان البطل. فينا نقول هيك كمان. وطبعا الجانب النفسي أكيد بده يؤثر عليهم الاثنين، يعني بالنسبة لأيوكي ولا شالوروز. شوفي، كل مباراة يدخلها المقاتلين في عامل نفسي إلها. مدى مقدار تأثير العامل النفسي يعتمد على خبرة المقاتلين. أيوكي عنده خبرة كبيرة، شالوروز عنده خبرة كبيرة، بس في أي قتال على اللقب في عندك اثنين، واحد عنده اللقب وممكن يخسره، وواحد ما عنده اللقب حتى لو ما أخذ اللقب يظل نفس الحالة. يعني ما واحد يطلب شيء والإجابة كانت لا ما خسر شيء، بس اللي عنده هالشيء وممكن يفقده عليه تأثير نفسي أكثر. أيوكي عليه عامل نفسي أكثر أنه ممكن يفقد اللقب، وشالوروز التأثير نفسي شوية عليه أقل. هاي من جهة.
من جهه ثانيه الخبره مال ايوكي راح تساعده انه يتغلب على العامل النفسي بسهوله. هو انا البطل، ما حدا ممكن ياخذ من عندي اللقب لان انا واثق من نفسي. شالروس قاعد يحاول يثبت نفسه في اواخر ايام القتاليه، فيمكن عليه ضغط نفسي زياده، بس هو العامل النفسي دائما يكون مع البطل اكثر اللي ممكن ياخذ اللقب. واذا بتحكوا عن شينيا ايوكي، شينيا ايوكي عنده خبره كثير بالام ام اي والبي جي جي، هو بطل دريم، بطل شوتو، بطل اي دي سي، وهلا بطل ون اف سي. صح. انا ما بختلف معك حق، بس كنت بدي احط هالنقطه كمان. برايكم شو مستقبل ايوكي؟ هل دائما راح يضل هو متواجد بالمرتبه الاولى، او ممكن يكون عنده منافسين بينتزعوا منه لقب البطوله؟ شوفي، هو الجرام ماستر اوف سبمشنز، هو اعلى ليفل، اعلى مستوى بالنسبه للناس اللي يصارعوا كبطل. بالنهايه راح يجي واحد يتفوق عليه مع تقدم العمر، مع فتره طويله. ما في حد راح يضله على المركز الاول او اللقب يكون حامله الى يعني مده طويله. بس ممكن حاليا ما في حدا ممكن يعطي منافسه، يمكن ادوارد فيلونغ للسترايكر ممكن يعطي شويه منافسه. انا بحب اشوف واحد سترايكر شرس قوي بالقفص مع شينيا ايوكي. اذا شفنا شينيا ايوكي من قبل، دائما عنده مشكله مع السترايكرز، مع الركلات واللكمات ومع الديستنس. ما بعرف، هو مثل ما حكينا قبل، هو كثير شاطر لما يسكر الديستنس، لما ينزلك على الارض. بس انا حابب اشوف واحد مثل روجر هويرتا، هو ربح امبارح. احب اشوف روجر هويرتا نزل وزنه ل 155 بالكيلو، يعني 77 كيلو. احب اشوفه نزل وزنه ويتحارب مع شينيا ايوكي. هاي حتكون مباراه رائعه جدا، يعني حتكون مليئة بالمفاجآت إن شاء الله. اي، ما حدا ممكن يتوقع مين يفوز صراحة، ايوكي ولا هويرتا. يعني تكون مباراة ممتعة، على اقل شيء ممتعة تكون مليئة بالمفاجآت. ان شاء الله. اوكي، شكرا ريو، شكرا علي.